بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو المواضيع التي تخص المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة بشرى سارة للمحذوفين من بطاقات التموين. طيب أحبائي في الله، قبل ما نتعرف على تفاصيل الخبر ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. طيب تعالوا نشوف أحبائي في الله التفاصيل بتاعت الخبر بتقول إيه، ونبشر أصحاب بطاقات التموين. صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الوزارة ستؤجل البت في تظلمات من انطبقت عليهم أحد معايير المرحلتين الثانية والثالية والثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم، والمقرر له الأول من مايو المقبل إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك. وأضاف المصدر لمصراوي الأربعاء أن ذلك يأتي حرصا على صرف جميع المواطنين لحصصهم من المقررات التموينية، لأن من يرفض تظلمه أو من يتخلف عن تقديم تظلم ممن انطبقت عليهم معايير أحد المرحلتين يحرم من صرف المقررات التموينية فيما يستمر في صرف حصص الخبز المدعوم فقط. كان الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن في الثاني من أبريل الجاري بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم وفقا لسبع محددات، وهي استبعاد كل من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بثلاثين ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه ومالكي الحيادات الزراعية التي تقدر بعشرة أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر. أضاف إلى مالكي أكثر من سيارة وموديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى، فيما نص معيار المرحلة الثانية من المحذوف على استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء 650 كيلو وات شهريا، من تبلغ فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا، أو من تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا فأكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا دون المساس بأصحاب المعاشات منهم. وأتاح وزير التموين بالالتزام مع بدء تطبيق معايير الحجز إمكانية التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة دعم مصر دون تقديم أي مستندات، على أن يتم إرفاق رقم هاتف محمول صحيح بالتظلم. طبعا موقع التظلمات موجود هنا، احنا اللي نستفيد منه من الخبر ده انه هو مش هيتم تطبيق القانون على المحذوفين من بطاقات التموين الا بعد شهر رمضان ان شاء الله. كده اللي خلصنا الفيديو احبائي في الله، ما ننساش نعمل اشتراك في القناه لو شاهدنا لاول مره علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكوميه، ودعمنا بلايك واعمل شير للفيديو علشان تعم الفائده. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.